بنسبه ديال 93% يمكن نقول 92 حتى 93% انه الفريق كيلعب بابناء المدرسه بلاعبين شبان، ولكن كيف قلت هذا باتفاق ديال مصطفى الخلف اللي كان، ولا كذلك الان ديمبا اللي غادي بالمثل اللي معاهم كمدير رياضي، يعني ما المكتب مسير بانه مقتنع باش يلعبوا بالدراري الشباب. والان الفريق يعني بدا كيتاقلم وبداوا يعني وحده تلك الفكره اللي كانت ديال وسائل الاعلام في الاول يعني كيهضروا على الموضوع، فالان اصبحت مساله عاليه جدا وغادي يواصلوا يعني حتى لنهايه الموسم في الوقت اللي نشوفوهم العام الجاي يمكن يلعبوا بفريق متكامل، يمكن تكون تعزيزات قليله لانه حتى الانتدابات اللي كينتدب الفريق مؤخرا يعني ما عطاش الاكل ديالها. شفنا لاعبين اللي هما جاو ومشاو بحالهم، كاين اللاعبين اللي جاو فسخوا معهم العقود، كاين اللي صافي هو سمح يعني في امور ديالهم مشى بحاله، يعني ما قدموش داك الشيء اللي كان مطلوب، وكاين لاعبين اللي كانوا في فريق الفتح الرياضي ومشاو لفرق اخرى ومتالقا حاليا وكيتعتبروا من النجوم ديال الانديه ديالهم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. على اي الفتح الرياضي اخر مباراه ديالو كانت عادل مع فريق الوداد البيضاوي هنا في الرباط بالتعادل 0-0، مباراه كانت متكافئه بين الفراقي بجوجهم، وخا الضغط كان شويه على فريق الوداد البيضاوي ولكن الفتح الرياضي لعبوا اريز كيف تنقولوا مرتاحين. الان من مباشره بعد ذيك المباراه فالمدرب كيف قلت ديمبا السنغالي اللي كيتولى الاشراف على الاداره التقنيه ديال فريق الفتح الرياضي، فهو عطى اللاعبين راحه حتى اليوم هذا الصباح هذا عاد رجع الفريق يعني للتدريب هنا بالمقر ديال الاكاديميه ديال الفتح الرياضي اللي كيتريني فيها وكياخذ فيها بعض الاحيان المباريات الوديه على حساب كل مباراه ومع من الفريق اللي يمكن يلعب معاهم المباريات الوديه هنا في الاكاديميه عفوا ديال فريق الفتح الرياضي. فهذه الحصه التدريبيه فهي عرفت يعني غياب ديال المجموعه من الاسماء، ولكن نعطيو البرنامج لا باس ندوزو للاسماء الغيابات يعني والعوده ديال بعض اللاعبين. فاليوم كاين جوج حصص تدريبيه، وحده في هذا الصباح اللي جرات وحده في هذه العشيه بعد حوالي ساعه من الان. في الوقت اللي غدا الجمعه ان شاء الله كاين جوج حصص تدريبيه، السبت كاين حصه تدريبيه واثنين والحد حصه تدريبيه، اثنين على اساس انه نهار الثلاث يلعبوا مباراه وديه مع المنتخب المحلي، وهذه المباراه تكون في ملعب مولاي الحسن اللي هو عنده عشب طبيعي يعني، وكي اللاعبين ديال الفتح كيعرفوا يدرجوا فيه الكره يعني وكيرتاحوا فيه مزيان من تيلعبوا فيه لا المباريات الرسميه ولا حتى المباريات الوديه بحال هذه اللي ياخذوا مع المنتخب المحلي. والهدف هو كيف قلت تكون التنافسيه تبقى حاضره هاد اللاعبين، وكذلك تعطى فرصه لبعض الاسماء اللي كتعطى لهم مؤخرا كيشاركوا في المباريات، ولكن كاين اللي ما كيلعبش 90 دقيقه فغتكون هذه فرصه امام المنتخب المحلي. وهذه التدريب هذه اللي انطلقت كيف قلت صديقي يونس هذا الصباح هذا، فهي كتعرف الغياب ديال المعيد البدني حسن اللوداري اللي كيتواجد مع المنتخب المحلي الى جانب حسن الدكالي لانه مع عموته وكانوا يشاركوا كذلك في الشان فكيخدموا مع الفتح، وكذلك يعني كيف تنقولوا باللغه ديال يعني فريلانس يعني مع المنتخب المحلي لان عندهم العقود ديالهم مع الفتح الرياضي. فكيغيبوا على التدريب. كذلك هناك مبارك اللي كنعرفوا كيلعب في وسط الميدان، وهناك المهدي بن عبيد اللي بعد ما خضع المكانه ديال امسي فهو تمت المراده عليه للمنتخب المحلي. كاين هادو جوج اسماء يعني في المنتخب المحلي، كاين رمزي والراوي في منتخب اقل من 23 سنه يعني كنقصد المنتخب الاولمبي، وكاين هذا لاعب جديد يمكن الجمهور ديال الفتح الرياضي غادي يعرفوه من هذا الكلام اللي كنقول هو المختار فريطس، وكذلك اشراف العزيزي العزيري، هادو جوج اسماء اللي وكذلك مهدي موهوب خلاص راه هو كيشارك مع الفريق الاول، فهادو في منتخب اقل من 20 سنه، دونك يعني كاين غيابات ديال هاد الاسماء ولكن ما عندهمش شي تاثير صراحه يعني في هاد المباريات، لانه حتى لو غابوا هنا فهما كيترينيو يعني التنافسيه تكون حاضره، ولكن المعيد البدني عاطي برنامج يعني المدرب ديمبا يعني كيفاش يشتغلوا وحتى المده ديال الحصص يعني كيفاش تكون ديال الاعداد البدني وكذلك الراحه ديال اللاعبين. فالبرنامج كله محطوط لا عند الطبيب ديال الفتح الرياضي ولا عند المدرب. على اي فهاد التدريب هادو كيف قلت كتعرف غياب كذلك عنصر واحد اللي هو حاله استثنائيه هو الهجهوج، الهجهوج اللي مازال مصاب يعني وحتى كيرجع ولكن مازال عنده الاصابه ديالو فهو كيغيب يعني كيف قلت، وهذا من اللاعبين غير محظوظ ديال الفتح الرياضي ولكن لحد الان يعني مازال ما رجعش يعني التدريب يعني ما رجعش حتى في المستوى ديالو،
فهو الوحيد اللي كيغيب في الوقت اللي باقي اللاعبين فهم كلهم حاضرا. وكتعرف العوده كذلك التدريب ديال محمد امسيف اللي كنعرفوا هو غارديان ديال المنتخب المحلي، والدليل هو انه كان كياخذ الاسعافات الاوليه يعني في الضروريه، والفحوصات كتكون في مركز محمد السادس لكره القدم بحكم الامكانيات اللوجستيكيه متوفره اكثر وافضل من اللي عند فريق الفتح الرياضي، وكذلك عند العياده ديال فريق الفتح الرياضي اللي كيكون تحت الاشراف ديال الطبيب ديال فريق الفتح امين الضومي. تقريبا هذه الاجواء اللي كتسود داخل فريق الفتح الرياضي اليوم في اول حصه تدريبيه، وغادي يستعد البطوله بكل اريحيه كيف تنقولوا، يكون يعني بمعنويات مزيانه باش يستعد للمرحله الاخيره والشطر الاخير ديال البطوله الاحترافيه القسم الاول. تقريبا هذه الاخبار اللي كتخص فريق الفتح الرياضي صديق يونس جوده. شكرا نافع الرفاعي. اذا الامور طبيعيه وعاديه دائما كما جرت في التحضيرات ديال فريق الفتح الرباطي. نافع الرفاعي يعني قربنا مجموعه اللاعبين اللي حاضرين سواء مع المنتخب الوطني اللاعبين المحليين سواء مع المنتخبات الاخرى. كنعرفوا مجموعه ديال اللاعبين شباب اللي حاضرين مع المنتخبات الوطنيه، وذكر من بينهم يعني مجموعه اللاعبين منهم بن عبيد، ايضا الراوي، الى جانب اللاعب فريطس وايضا العزيري ومهدي موهوب، يعني ولاعبين اخر، وحتى من الطاقم التقني ديال فريق الفتح الرباطي والطاقم الطبي بالتحديد الحديث عن حسن لوداري وايضا حسن الدكالي.